أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم قديمك نديمك. نتجول ونلتقي مع مجموعة من نجوم الرياضة الكويتية في كرة القدم تحديداً، اللي قدموا الشيء الكثير في تاريخ الرياضة الكويتية ويستحقون يكون معنا في خلال ضيوف خلال هذا البرنامج. في عالم كرة القدم من النادر أن تأتي ملعب السكة مثل ما يقولون وتلعب بالفريق الأول، ومو فريق ينقال له فريق سهل، يعني أحد الأندية الكبيرة، وهذه حالات نادرة، وأن تصل في نفس العام إلى المنتخب الوطني لكرة القدم. من اللاعبين أصحاب المجهود السخي في الملعب، عطاء كبير، مخلص في عطائه، ساهم في إنجازات الكرة الكويتية سنوات طويلة وقدم الشيء الكثير، وشارك حتى في بطولات كأس العالم، كأس أمم آسيا، بطولات كثيرة، تأهل إلى الأولمبيات موسكو، إنجازات كبيرة تسجل لذلك اللاعب صاحب المجهود السخي الكابتن محمد كرم. حياك الله يا أبو علي. الله يحييك بنصار، رحب فيك ونتشرف في وجودنا معك. حياك الله. نتكلم أبو علي، أول شيء ولادتك في أي منطقة كانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة أنتوا قاعد تسوون لي لقاء قريب على فريجنا. زين بدك من وليد شرق. إي والله. إي نعم. يعني حتى يوم قاعد توصف لي قلت لا تكمل، يعني أنا قاعد أقول بس هذا الفريج اللي أنا مولود فيه ومتربي فيه ولعبت فيه. ما شاء الله. يعني أمانة وبدايتي يعني من هني، لما أنت البداية اللي قدمتها أمانة من هني، من هالفريج هالمنطقة هذه الشرق لين نادي. أي سنة مواليدك أنت؟ أي مواليد أي سنة؟ مواليد 56. نعم. ولدت في منطقة شرق. من اللي كان البيوت اللي حواليكم تذكرهم؟ جيرانكم؟ جيراننا؟ نعم. طبعا كانوا والله وايدين، يعني طبعا بيت تركيت كان يمنا، وطبعا احنا كان بيتنا مقبرة هلال فتحان، هلال المطيري. هلال المطيري. نعم. طبعا هلال نفسه، ووايدين والله، يعني كانوا اغلب العوضيه كانوا موجودين، طبعا عائله العوضي والامور هذا اللي بحولكم شرق، اللي كانوا يمنا بفريجنا طبعا في فريجكم. إيه نعم. زين، بديت بشرق، ولادتك بشرق، قعدت تلعب كره القدم، تمارس كره القدم، وين لعبت؟ في المنطقه نفسها بشرق؟ نفسها بشرق، يعني حتى ملاعبنا موجوده، يمكن لا زالت بعض الملاعب لانه تهدمت بعض البيوت، اول كانت ملاعبنا يمكن بيوت موجوده بيوت صغيره، يمكن الحين صارت المساحات اكثر. يم هني يم مقبره هلال كنا، هني كنا على البحر، على البحر كانت ملاعب كثيره عندنا، لعبنا طبعا لعب طبعا مباريات تحدي، ودورات كنا نسوي دورات صيفيه ودورات رمضانيه. فهذه المنطقه هذه كلها كانت مكان شكلت فريق، لان ابو بنصار كان عندنا شغلتين قبل، البحر ما عندنا البحر والكرة، والكرة وبالعطلة طبعا الصبح تلعب، العصر تلعب، بالليل تلعب، فكرة والبحر بس ما عندنا شيء قبل. شكلت فريق ذاك الوقت سميته تسمية؟ ايه شكلنا فريق، وسمينا طبعا عندنا واحد من الربع ذاك يبدع في التأليف والاختيار السامي، فكان في باير ميونخ، فسمى فريقنا باير شرق. باير شرق. من معك كان؟ من تذكر من اللي كان؟ والله اذكره بشوف، ما كانوا يعني كانوا لاعبين زينين بس ما راحوا نادي. لا مو شرط، لا اقصد إيه؟ اسماء. كانوا ويانا مثل حسين فيروز، كانوا ويانا يوسف دشتي كنا نسميه يوسف بلبل، كانوا ويانا عباس الشعبي هذا اللي كان الحين صار الشعبي، كان اول عباس الحين صار الشعبي طبعا، كان ابو جاسم عبد الهادي زمان. والله وايدين يعني هذا فريقك؟ اي عيسى شمس الدين. يعني تلعبون في الشرق محمد كرم وتطلعون برا؟ ولا كريم محمود حارس مرمانا طبعا هو اللي سمى الفريق بايرن ميونخ. زين إيه؟ تلعبون برا شرق ولا كل شغل مبارياتكم في الشرق؟ ابو نصار لعبات خارجيه ولعبات داخليه، كنا يعني نتفق مع الفرق كنا يا هم يجونا يا احنا نروح لهم، نروح ملاعب، يعني احنا مناطق، يعني رحنا يعني كيفان، يعني المناطق هذه اول ما تاسست كيفان، العديليه، الروضه، رميثيه، وايد والله اماكن رحنا، السالميه اتذكر يعني في اماكن زين رحنا لعبنا برا، وفرق يجونا يلعبون عندنا بشرق. وصلت المدرسه، المدرسه وين درست فيه؟ درست اول شيء بالابتدائي بالنجاح، هم ترى نفسه هني يم المنطقه، ونفس ربعك معاك؟ ايه طبعا نفس تقريبا نفس ربعي. ايه بالنجاح الابتدائي، بعدين درست بالمتنبي متوسطه، وبعدين رحت المباركيه هم المتوسطه، يعني بالمتوسطه مدرستين المتنبي والمباركيه. لعبت فريق المدرسه؟ ايه مثلت فريق المدرسه. تعرفت على ناس يدي ذاك الوقت؟ ايه نعم طبعا، كان ويانا اي والله اول مره، غير اللي بربعك بالفريج انا حكيت، غير اللي مثل الله يرحمه شملان جاسم، حسين غانم، هذول كانوا يمثلون ويانا فريق المدرسه بالمتنبي، هذول مو نفس الفريج لكن ربع المدرسه ربع المدرسه، يعني وكنا نمثل المدرسه بهالفريق هذا، يعني والله كانوا لاعبين، حتى فيهم لاعبين انديه كثير، يعني
مثل اللي قلت لك حسين غانم يتذكر منهم وشملان جاسم الله يرحمه. من كان يدرسكم ذاك الوقت؟ والله كان عندنا مدرس ما تنساه، مدرس نبيل مبروك، كان فلسطيني فلسطيني الأسمراني في المتنبي، بس في النجاح كان منير الدقاق حكم الله يرحمه متوفى، كان حكم بعد صحيح. صار حكم، بس طبعا أنا أيامه بالنجاح ما مثلت، أن كانوا الكبار إحنا كنا صغار متنبي، فكان يأخذون لي برابع ابتدائي وهذا، وبعدين حتى وصلت رابع ابتدائي ما أخذوا، يعني ما مثلت بالابتدائي، متى مثلت بالمتوسطة. بالمتوسطة إيه، بالابتدائي كان عندنا مثل ما قلت منير الدقاق، وبالمتوسطة كان نبيل مبروك. أخذت الكرة بوقتك كنت في السكة عن الدراسة، ولا كنت تهتم بالدراسة؟ والله شوف، لا أتب طبعا تأخذ، يعني إحنا تبي الصج ونصار، يعني خلص وحني على هالكلمة، ما كنا أغبية مثل ما يقولون، لكن ما لنا خلق يعني بالدراسة، ولا الدراسة كنا ندرس، يعني أنا الثانوية العامة أخذتها بالمسائي يعني بالنهار درست الابتدائي والمتوسطة، خلت رابع متوسط. راح أرجع لك كابتن محمد كرم، أحبتنا في كل مكان، فاصل ثم نعود من جديد مع النجم الدولي الكبير السابق من النادي العربي والمنتخب الوطني محمد كرم، ابقى معنا في قديمك نديمك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بمنطقة شرق جريب على قصر دسمان، طبعا انا وراي هذه المدرسة اللي درست فيها ايام المتوسطة، طبعا انا درست تربيت وانولدت وتربيت في المنطقة منطقة شرق، طبعا درست بالابتدائي بالمدرسة النجاح، والمتوسطة درست طبعا بالمدرسة هذه اللي وراي الحين اسمها بالوقت الحالي دسمان ثنايات اللغة، لكن هي بالأول كانت المتنبي المتوسطة، مدرسة المتنبي المتوسطة، ودرس طبعا بالمباركية بعد، بس أربع طبعا أكثر سنوات هني كنت في المتنبي، فلي ذكريات حلوة فيها أمانة. طبعا احنا لاعبين كرة، طبعا مثلنا المدرسة فريق كرة القدم، معانا بعض اللاعبين مثل المرحوم شملان جاسي وحسين غانم وبعض اللاعبين، واتذكر مدرس نبيل مبروك، يعني لنا ذكريات حلوة بهالمدرسة هذه أمانة. طبعا الدراسة كنا شطار مجتهدين، لكن الكرة كانت تخرب علينا شوية، خدتين لنهمل الدراسة شوية، فلنا ذكريات حلوة بهالمدرسة هذه مدرسة المتنبي. طبعا احنا بمنطقة شرق طبعا هذه المنطقة اللي أنا طبعا ولدت فيها وتربيت فيها، طبعا المنطقة مو بالضبط مكان البيت، لكن تدري الحين شوارع وقاعد يشتغلون والبيوت تهدمت، طبعا أول بيوتنا كلها راحت، وبيوت الجيران والفريج لا كلها راحت، فأعتقد هذه المنطقة اللي كنا، وحتى من الفريج هذا نروح مدرسة المتنبي نروح مشي، وطبعا حياتنا كانت بسيطة جدا، كنا البحر يمنا طبعا، الحين يمكن البحر بظهري وعلى جنبني، فكانت حياتنا بحر وكرة قدم، طبعا ملاعبنا كانت يم البيوت، طبعا الفريج الحين يمكن براحة، لكن اول سكيك وبيوت وهذا، فهذه المنطقة اللي تربينا فيها قلت لك، وكانت مثل ما أرد وكرنا حياة بسيطة، والربع وكانوا الجيران على قلب واحد، ومثل الأهل كنا، فأعتقد هذه المنطقة اللي يعني فيها كان لها ذكريات جميلة فيها أمانة يعني، ومثل ما قلت إن ما كان عندنا شيء، يعني مو الوقت والزمن هذا، فالوقت كان عندنا طبعا البحر الظهر، خاصة أيام العطلة إذا صارت عندنا عطلة مدارس، الظهر بالبحر وهذا، والعصاري ليل وإحنا نلعب كرة يعني لما نظلم الدنيا. وبعد في نقطة مهمة، لأن يمكن ما أدري منارة المسجد اللي بظهري تبين، فكنا نروح البحر، اللي ردينا البحر عطاشه فندش المسجد، حتى ساعات الحارس يعطوا على ساعات يقولنا يلا ونروح ندش المسجد نشرب ماي وهذا ونغسل، فلنا ذكريات جميله بهالمسجد هذا، فهذه كانت حياتنا، وهذه طبعا منطقه شرق اللي تربيت وولدت فيها امانه، ولها ذكريات جميله عندي. نعود حبتنا من جديد في قديمك نديمك في الجزء الأول مع الكابتن الكبير محمد كرم لاعب النادي العربي والمنتخب الوطني السابق. كابتن وصلنا إلى مرحلة الثانوية قبل الفاصل، تفضل. إيه أنا طبعا قلت لك أبو نصار الابتدائي والمتوسط أخذتها بالنهار عادي الدراسة العادية، بس الثانوية العامة
أخذتها بالمساي وأخذتها بالمساي مثل ما قلت لك يعني مو ما إحنا ما نعرف يعني بالدراسة لكن كنا مهملين كنا دائما تفكيرنا بالكرة بالرياضة بالكرة مثل ما قلت خذت من وقتنا إيه نعم خذت وقت الدراسة وهذا نعم. أمانة يعني نعم. وأولياء أمورنا يعني على سجيتهم كذي بساطتهم هذا ما كانوا الدراسة أدرس وهذا يعني هذا أما اهتمام مثل الحين طبعا ولي أمور يتابع ولده وهذا تلفت إيه الحين كان تكلم كابتن محمد كرم وصلت إلى النادي العربي شلون وصلت أنت من السكة إلى الفريق الأول أنا إيه؟ بحكيش من أخذك من النادي العربي شلون أخذ والله شوف أنا أنت عرباوي بالأصل أنت عرباوي بالأصل إيه نعم إيه نعم احنا طبعا انا شوف ترى اكو فتره رحت نادي الكويت ما حد يدري عنها اي خلينا نقولها هالسالفه هذه تفضل الله يرحمه محمد عباس لاعب نادي الكويت باك نادي الكويت ومنتخب نعم. السابق نعم. كان يدرس وياي بالباركيه بصف في نفس الصف كنا نلعب مثل نعم. فريق المدرسه ونلعب مع الفريق وهذا نعم. طبعا انا لعبت مع فريق المتربي المدارس والمباركيه نعم. المهم شاف يعني لعبي وايد زين خذاني نادي الكويت زين هذا اي سنه رحنا نادي الكويت اول خطوه لك نادي الكويت يمكن تقريبا 68 ونصار 69 كذي هالفتره هذه لان شنو كانت العب زين وهو يلعب بنادي الكويت اخذت رحت وياه ولعبت ترى فتره ويام حتى اذكر باص النادي بس ما كنت شنو احب الالتزام يعني انا حتى دخول العربي احنا كان ياخذك باص النادي يجيني باص النادي ياخذني اتذكر حتى سايق الباص حنفي مصري يجيني والحاش منه يقول انت تلحاش مني هناك النادي يأذوني يقول ليش ما جبت ليش ما انت وينوموني انا زين اي والله فالحاش انا ما كنت مو ما كنت ما احب الالتزام اني التزم كنت ابي العب بس على راحتي واخذ الكره ارقص على كيفي وهذا يعني حتى دخولي نادي العربي بعدها رديت ما كملت زين شلون تميت في نادي الكويت فتره بعدين رديت نعم السكه اي فتره ولعبت وياهم رسمي وكل شيء زين بس رديت بعدين السكه كملت بالسكه عاد والله رديت شلون وصلت العربي العربي اول ربع حمله بسكويا يقولون لي تعال ونروح ذاك الوقت كم عمرك كان؟ كان تقريبا يوم اللي دشيت في النادي كان عمري تقريبا 19 سنه زين إيه. المو حتى كنت اقدر العب بالمراحل السنيه ايامها بس دشيت النادي الربع خذوني امشي خل نروح دكتور وياي والله الربع وايدين يعني مثل اللي قلت لك عباس هذا يعني نفس مجموعتك نفس المجموعه اللي هذه قالوا خل نروح قلت يلا تون وياي خل نروح رحنا والله رحنا وانت ما تعرف احد في العربي ما اعرف احد والله امانه اللي كان في الدسمه ولا في المنصوريه الانجليزي ها كان لا بالمنصوريه في المنصوريه اي نعم المهم رحنا هن كنا 74 كانت ال 73 موسم 73 74 زين المهم رحنا كان مدرب انجليزي دشيت العربي ايه اول خطوه لك ما ايه تعرف احد لا لاعبين ولا اداريين كانوا حتى لاعبين كبار نجوم يعني انت يوم قلت الحين بالبدايه ابو نصار انه بنادي كبير وبرز كان نجوم بعد وياي كان مرزوق سعيد الله يعطيه الصحه والعافيه وعلي الملا حسين العسعوسي صالح عبد الله ورحمه فؤاد عاشور جواد عاشور عبد الله رمضان يمكن انت بعد معاصر هالجيل هذا ونصار جواد مقصيد يعني كانوا لاعبين كبار نجوم يعني بوقته يعني دشيت عبد العزيز مكي اللي اتذكره دشيت عدنان عبد الله يعقوب عبد الله طبعا هذول الكبار دشيت النادي يعني ما اعرف احد مثل ما قلت بس مدرب انجليزي يعني ما عنده والله هذا والله قديم هذا جديد يعرف اللي مستواه زين وفك تفكيره كذي ناخذه وفعلا ما تمرنت اسبوع عشان يقول هذا اللاعب ابي وعلى طول خذوني اخذوك للنادي بس سيده تدرجت لعبت للفريق الاول على طول الفريق الاول حتى انا كان اقول لك عمري كان يسمع لانه كان في تحت 20 يمكن ايام وهذا انا عمري كان ايام 19 سنه كان يحق لي يعني كسن كقانونيا اقدر العب بالمنصار بالفرق السنيه اي لكن المدرب الانجليزي اصر قال لا هذا يلعب درجه اولى فمن السكه على طول درجه اولى لعبت اول مباراه يمكن كانت اول مباراه قبل الكويت بس ما كانوا مسجلين حتى نرفز عليهم المدرب قال ما توقعنا ونرفز ليش وقتوا عاد صارت مباراه الكويت زين اول مباراه اخذني احتياط كانت النتيجه اذكر 74-75 74 زين كانت النتيجه 2-1 حق الكويت اخر ثلث ساعه لعبني هذه وكانت هاي بدايتي وتغيرت النتيجه من 2-1 ل 3-2 لنا في الوسط لعب اي ولعبت وسط ما كنت تعرف لاعبين اللي موجودين لا ما كان لك علاقه ما لي علاقه وياهم بس بالتور مر وياهم وبديت وهذه البدايه لكن التالق الحقيقي كان امام القادسيه في الحديث هني
كابتن محمد كرم نفس السنة نفس السنة أصبحت حديث العالم إن في لاعب موهبة كويتية في الملعب لعبة القادسية لعبة القادسية هذا اللي خلت الناس اللي خلت هذا حتى كنت فيها وايد لأن هذه لعبت فيها هذه لعبت فيها من البداية وتألقت فيها فعلا يعني مثل ما قلت حتى يمكن كان عندي كرات خطرة كرة بالصحافة شادت الناس تكلمت عنها نحكي عن المباراة هذه اي والله هذه المباراة طبعا القادسية بنصار حق أي نجم يعني فرصته أول شيء ناديين أصحاب قاعدة جماهيرية يعني العربي والقادسية مع احترامي لبقية الأندية بس القاعدة الجماهيرية معروفة عندها الناديين فلما تلعب المباراة والملعب مليان وتبرز فيها هذه أنا أعتقد يمكن عن 10 يمكن عن 20 مباراة فهذه فعلا تألقت فيها وبدت هاي بدايتي فكرت فيها قبل ليلتها المباراة لما قالك مدرب لعب أساسي والله أبو نصار ما فكرت ولا شيء وأبي قالوا تعال لعب بس اللي أبي ألعب بس والله أحبتنا فاصل ثم نعود من جديد في قديمك نديمك وتكملة الحوار مع الكابتن الكبير محمد كرم لاعب النادي العربي والمنتخب الوطني والعسكري السابق نكون معنا باصاها شوت محمد كرم شوت جول للعربي في الدقيقة 37 في الدقيقة 37 كرم باصاها ما باصاها لبلوشي باصاها لكرم كرم على طول أرضية حطها عليه من حارس المرمى جول حيط خطأ من القادسية باصاها عدنان سليمة لكرم كرم سجل هدف الثاني من كرة على بعد مسافة أيضا نفس الشيء لوشي هدف الأولاني كرم الهدف الثاني هدفين بإشارة عيد مطلق أيضا غيرت اللعب توصل كرم شايت كرة محمد كرم محمد كرم توقعها الشعران من مسافة 30 يارد تقريبا حطة كرم شايف هذه عادة مطوع لعبها إلى عيد وعبد الله عبد الرسول يقطعها ويحصلها كرم اللي على طول هيئها لعسكر وشايف كرم خارج منطقة 18 كرة على طول لب سقاط أما كرم ويهاجم العربي اللعب ناحية الملة ملة كرة معه بيلعبها عرضية بشوت بلوشي ولا عدنان باصاها وشوت قدام الى اسماعيل حسن مغطي عليه وليد مجبل بدر ابو عباس احمد خلف وعنبر وشوت حلوه وشوت حلوه نود حبتنا من جديد في قديمك نديمك وتكمله الحوار مع اللاعب الدولي محمد كرم لاعب النادي العربي والمنتخبين الوطني والعسكري السابق وصلنا قبل الفاصل كابتن محمد كرم مباراة القادسية اي مباراة القادسية قلت لك يعني انت سالتني خوش سالتني فكر ما فكر تصدق يوم بعدين مع السنين يوم صارت الخبرة وش قمت افكر بالمباراة اول ما افكر بالمباراة كني العب بالسكة اي اخذ الكرة والعب بس اي والله هني عرفتك الناس اي نعم هني عرفتك الناس انا عرفت الناس وانا اعتقد حتى بياد المنتخب لان كان ايامها وصلت المنتخب يعني اي والله هذا بعد ما لعبت يمكن هالمباراة كان مدرب هم عالمي يعني شوف قلت لك بالنادي كان مدرب انجليزي مدرب عالمي
مدرب بالمنتخب كان يعني انا اعتقد هذا البصمه اللي هو المدرب بروتش مدرب اليوغوسلافي. هذا يحب اللاعبين اللي يدد ناشئ. اي نعم يمكن هو اللي طلع سعد الحوطي وفتحي كميل اللاعبين كله بدايته وياه، فهذا على طول اختارني المنتخب. منتخب الشباب؟ اي نعم منتخب بطوله اسيا وكانوا مدربين على طول اختارني نفس السنه النادي على طول منتخب. اسرتك والدك والدتك اهتموا فيك لما وصلت انا حكيك النجوميه ايه؟ عرفوك كلاعب ولا مو صوبهم؟ انا يوم يروح المنتخب طبعا الوالده متوفيه الله يرحمه الله يرحمه المهم الله يرحمه وتاك. المهم ابو نصار الوالد 20 سنه لعبت يعني قول 14 سنه لعبت يمكن زين يشوفونا ساعات بالمسجد يشوفونا ايه؟ هذا يقولون له ها شلون ما يدري انه يلعب كره مو صوب الكره مو صوب الكره ولا يدري ولدك انه يلعب سنه بالنادي وصرت مدرب وساعات ما يدري انه يلعب كره نعم ما يدري لا ما يدرون على هذا انا بروحي يعني امانه هذا ندلش على شيء ابو نصار يدري انه كان في مواهب قبل يعني الحين بيني وبينك والفرق اللي قبل يجيك اللاعب يمكن ما تتعب عليه تلقاه يصير نجم الحين يمكن تتعب عليه وكل شيء هذا الفرق انه يمكن يصير لاعب ما يصير نجم اما قبل فانا اقول لك يعني لا اهلنا كانوا يهتمون يمكن كان في عندي عمي لعب نادي الكويت لعب قدم وسله وهذا يمكن هذا شوي بالرياضه واما الباجين اهلي ما كانوا بالرياضه يعني ما يهتمون لكن انا كنت لا يعني موهبه بدون يعني تعليم تألقت فترات ثم جاتك بعثه دراسيه الى امريكا اينا. في عز تألقك اي والله في ذاك الوقت والله الحين متحسف على والله لان الصراحه لان اول شيء مو بس عزت اللي مثل ما قلت وتو بدايتي وتو الناس عرفتني طافتني بطولات بهالفتره سنتين اي رحت سنتين إيه الى يعني امريكا الى امريكا رحت سنتين هذه الصراحه ابو نصار يعني اي سنه رحت طافت رحت نهايه 75 إيه بدايه 77 تقريبا كذي يعني سنتين قلت شنو طافتك اثرت عليك اي طبعا بطوله الخليج الرابعه اللي شوف في قطر في بطولات العسكريه اللي صارت يمكن ببلجيكا يمكن بلجيكا نعم اي المشكله ان بطولات مهمه ونجوم مهمين يعني كنت تستفيد منهم تتعلم منهم يعني امانه صدق يمكن فعلا دراسه يمكن تعلمنا شيء لكن كان يعني عشان شيء سعيت انك تعوض الفترتين السنتين اللي غللي لما رديت إيه تغير عليك شيء كابتن محمد كرم سنتين برا بدون ممارسه كره رديت رديت الكويت تغير عليك شيء هناك مارست كره القدم في امريكا هناك اي طبعا لعبت مع فريق طبعا كان ما دام احنا الشيء بالشيء نذكر الشيخ قصدي الامير نواف بن محمد مال الهلال اي مال الهلال ورئيس الاتحاد السعودي لالعاب القوه الحالي صحيح هذا كان يدرس ويانا نفس الفتره بامريكا يعني زين تقول قلتها شلون لعبت كره وهاي هذه المهم انا قاعد يتمشى بالسوق مره من المرات ومروا عليه ربعنا الكويتيين كنا بكاليفورنيا المهم قاعد بلوس انجلوس المهم قاعد يتمشى وهذا المهم قاعد يسولف وياهم احنا عندنا فريق الجامعه وهذا المهم كانوا قالوا له تعال ترى عندنا لاعب ويانا محمد كرم ما تبيه وياك ترى قال يا معود وين ابيه؟ زين يبوا لي اياه زين والمهم ويانا الربع بعد عقب ما ردوا من السوق تمشوا هذا ردوا قال تعال شفنا امير سعودي اسمه فلان تشي الامير نواف بن محمد ورياضي ويحب الرياضه وعنده ويدرس بالجامعه ويمثل الجامعه فريق الجامعه وعنده فريق بالجامعه حلو قلنا له عنه قال ابي تجيبوا لي اياه خليه يمثل الجامعه زين المهم كان ياخذني وياه يا المهم طلبني رحنا له البيت وهذا قعدنا وياه وهذا قال لي معود انا ابيك عندنا دوري الجامعات فعلا ايام كانت دوري الجامعات قوي بعد ذاك الوقت اي قوي كان دوري الجامعات كان حتى امريكا ما كان عندهم دوري كان اقوى الدوري المهم اللي عندهم كره القدم الجامعات المهم ياخذني قعد وياه قال انت لاعب انت الكويتي الوحيد ايه الكويتي باجين سعوديين لا مو سعوديين ولا تشكيله تشكيله في افريقيين في 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 من الامارات ويانا وايدين يعني بس يمثلون الجامعه المهم قلت له طول العمر الحين انا ما مو بالجامعه وياكم قال ايش عليك انا اطلع لك هويه الجامعه تمثلنا وفعلا سوى لي هويه الجامعه وقلت امثل وياها بالجامعه فهذه فادتني برصة فادتني اني ورست هناك الرياضه قمت العب دوري الجامعات وهذا يوم رديت ردتك النادي العربي في اي ردت النادي العربي شايلين اسمي لأن مو شايلين انه شايلين قال سنتين بعدين ردوا هذا انا كان لان اللي وداني اللي بعد هذا شملان كان هو استلم مدير تقدر تنتقل ذاك الوقت لو شايلين اسمك؟ تقدر؟
هي اي فريق اي فريق اي نادي، بس ان المهم العربي يوم دروا ان رديت هم وياوني مره ثانيه زين. يعني شملان ياسين عمر الله يرحمه فقال لي قال لي تعال نوقعك وهذا، حتى اول شيء قلت يا معود بس قال لي تعال يا معود المهم وقعوني مره ثانيه وقعوني مره ثانيه وعاد بديت مره ثانيه. وهذه الفتره بعد بديت عاد هني بديت كابتن محمد كرم، لكن جيت في وقت صعب العربي كان ماكو تحقيق بطولات، بعيد عن البطولات كلها، ولكن راح احكي لكن بعد الفاصل احبتنا فاصل ثم نعود من جديد مع الكابتن الكبير محمد كرم لاعب النادي العربي والمنتخب الوطني والعسكري السابق قديمك نديمك في الجزء الاول. ابقوا معنا. عنبر وماجد ثنائي هجوم العربي وماجد كرة خطأ كلها توصل لعبد الله بلوشي، عبد الله بلوشي يحط أول أهداف في المباراة للعربي، كرة مقطوعة وكانت خطرة، شايف هذه بدايتها من عنبر لعبد الله بلوشي، وعبد الله من بين فاول فاول ملعوبة من عسكر حلوة حلوة جول. أحمد عسكر في الدقيقة 70 سجل أول أهداف العربي من فاول شايف على طول، هذه عادة في البطيء وكرة عسكر ماخذة طريقها على طول على الشمال عبد الله عبد الوهاب خمسة التماس توصل عربي وكرة عربية خطرة يصفر بنفسي بدون إشارة رابط الحداد يعطي قراره ضربة جزاء للعربي، ضربة جزاء سامي سامي جول 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 سامي الحشاش سامي الحشاش يعطي قراره حكى المباراة، وسامي الحشاش في الوقت الضائع دقيقة 46 يسجل يسجل العربي أول أهداف المباراة، يحاول يصيدها أحمد جمال أمير في الوقت الضائع. لفاضل مطر بيلعبها وبيحصلها توصل لعبد الله منصور، كرة مع عبد الله منصور يهيئها الناس عبد الله منصور بتروح منها وتوصل وبيحصل بجول وجول نود حبتنا من جديد في برنامجكم قديمك نديمك في الجزء الأول مع الكابتن الكبير محمد كرم لاعب النادي العربي والمنتخبين الوطني والعسكري السابق. تكلم كابتن محمد كرم ردتك للعربي في فترة الفترات، العربي قايب عن البطولات، جيت في مرحلة صعبة. اي نعم فعلا يمين اينا رديت فعلا العربي قايب عن البطولات، يعني حتى ترتيبه ما كان زين، يعني مو بوضع الطبيعي، يعني امور كثيرة. المهم بس عقب ما رديت شو صار بنصار؟ تفضل. إنه كان جيل انتهى طبعًا، جيل يعني أدى اللي عليه و جيل العسوسي جيل الزوم جيل الباجي إنه زين إنه يجي جيل جديد، يعني جيل جديد فيه مثل سامي الحشاش، في عبد الله بلوشي، في أحمد عسكر، في عنبر سعيد، طبعًا بجانب بعض النجوم مثل علي الملة، عدنان عبد الله اللي كانوا موجودين، علي فرج فترة كان موجود، يعني لا شوية فترة قليلة لعب يلعب قليل هالفترة، كانوا زين اللي عقب ما راحوا برزوا نجوم جدًا، بدر أبو عباس كانوا ويانا. المهم هالفترة رديت يعني حاولنا نعمل شيء، وفعلًا من بردتي بدينا شوية مع ديف مكاي. لا قبل ديف مكاي من اللي كان؟ كان مدرب بلغاري. بلغاري إيه كان مدرب بلغاري. المهم بالله يعني ما أخذنا حقنا بطولات، بس بدأ العربي شوية يبتدي رجع مرة ثانية العربي اللي يعرفون الناس وهذا، لا يمن وصول ديف مكان. أنت في الفترة خلنا حكي العربي، في الفترة اللي رديت فيها حسيت إنه مستواك زين نفس ما كان، ما أنك كنت تمارس الكرة هناك. حتى هم تفاجأوا، يعني حتى الإداريين اللي كانوا معانا تفاجأوا،
يعني توقعوا انه سنتين موقف وهذا فتفاجئوا. انا فعلا كنت محافظ على نفسي هناك كنت العب ويعني حتى الامير نواف بن محمد يعني الله يذكره بالخير يعني مسي عليه كان يعني لدور بعد انه خلاني اكمل ما تنقطع الكره اي نعم يعني ما خلاني اهد الكره يمكن لو مو مشارك وياه في دوري الجامعات يمكن فعلا يمكن المستوى ينزل حساسيتك على الكره لكن هم فادتني. بس يوم رديت امانه انا شفت نفسي فعلا انه قاعد ادي صح ودليل على هذا اختر المنتخب مره ثانيه يعني تخط على طول المنتخب هذا طبعا فادني والمستوى كان زين فعلا. فزت في بطولة الدوري في بعد 10 سنوات عشاب مثل ما يقولون. نعم هذه كانت مرحلة مهمة لك أنت كلاعب أن يعود الدوري إلى العربي إلى الزعيم بعد 10 سنوات. إيه طبعا هذه الفترة بثر قلت لك مع المدرب البرغاني بدأ الفريق. مع ديف مكاي. بناء البلغاري بدأ الفريق يتحسن بدأت البطولات مع ديف مكاي وصولة 79-80 أعتقد وبدينا هني بدأ التألق الفريق وقلت لك النجوم ساعدون لنا اللي طلعوا اللي ويانا توهم بدايتهم. مع ديف مكاي كان فعلا المدرب بس استغرار كان محمد كرم ذاك الوقت يعني ميزه ديف مكاي كان كمدرب يمكن تعرف اكثر مني ان استغر على اللاعبين دش تعرف لاعبي العربي نعم هذه ساعدتكم على تشكيله اي نعم هذا تفضل هذا ساعدنا منصار شنو ساعدنا استغر على تشكيله وكان يعني عطى الفريق امور ذهنيه ونفسيه والالتزام طور امكانيات اخوك طور احسن انا اعتقد طور امور كثيره الالتزام التزام بالالتزام التكتيكي بالملعب والالتزام اللي برا الملعب اللي يساعد وايد للاداء داخل الملعب انا اعتقد ان ديف مكاي كان له دور كبير لدخول شيء جديد على 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 اللاعب الكويتي يمكن اللاعب الكويتي يقول لك انا ادي 90 دقيقه وامشي خلاص اديها ال 90 دقيقه اديها صح ولا اديها هذا لا علمنا شيء ثاني علمنا ان في امور كثيره برا الملعب تخليك تأدي 90 دقيقه صح داخل الملعب وتخليك تتالق 90 دقيقه وتحقق شيء بهال 90 دقيقه. صار الموسم لعبتوا في مباراتكم الاخيره امام الشباب احمد جعفر ذاك الله يذكره بالخير رئيس نادي الشباب وعد لاعبين الشباب بقاف العربي اي نعم رحتوا ملعب شركه النفط في ذاك الوقت وكان فريق نادي الشباب فريق قوي فيها قصة هذه اي لعب ولا صار الله يذكره بالخير السيد احمد جعفر قدساوي طبعا رئيس نادي الشباب قدساوي انا الناس يزعلون عني اذا قالوا لي اذا قال كويتاوي اقول له قول لي صغير عرباوي ولا قدساوي يعني اثبات احمد جعفر كان رئيس نادي الشباب يشجع القادسيه احمد جعفر شو يسوي ولا صار اذا صار لعبه القادسيه خليهم يروحوا يتغدون ببيوتهم وبيروحون فهذا لين صارت لعبه العربي يجيبوا عنده بالبيت يغديهم يطلب مكافات الله يذكره الحكي لما رحت تلعبون مباراه الشباب وبعد مثل ما قلت بعد 10 سنوات لازم ناخذ البطوله لازم يا فوز يا تعادل اذا خسرنا ما نخسر بطوله نلعب فصاله مع القادسيه نعم المهم احمد جعفر رئيس نادي والنعم عاد هذا رياضي لا ونعم يعني فيه أنا نذكر كحدث اي والله كحدث المهم حط يا لاعبين الشباب قال لهم لكم مكافآت وغداهم عنده بالبيت وجهزهم قال لهم وإذا وقفتوا العربي لكم مكافآت جيدة وهذا المهم ورحنا هالمباراة فعلا وجمهور العربي حتى طلبنا من إدارة العربي طلبت من إدارة الشباب نقل المباراة للنادي العربي نادي بس ما رضوا ما وافقوا فرحنا الشباب هناك رحتوا كابتن محمد كرم المباراة المهمة اللي بعد 10 سنوات عشان تاخذ رحتوا راهين؟ لا والله ما ولا سمعتوا الطشار الحكي؟ اي والله سمعنا حكي وامور نفسيه وطبعا الاعلام كان له دور يعني الاعلام كان قبل بعد يعني مثل اي قوي وكان يعني حتى يعني اذكرك ابو نصار يعني اللي قالوا العصر الذهبي يعني حتى عصر الذهبي لكم انتم كاعلاميين امانه فالمهم رحنا والله ما كنا هذا يعني بس كنا يعني مو خايفين من المباراه لكن كنا متوقعين ان احنا افضل كلاعبين هذه الحسابات فيها ايه يعني شو اللي حصل في المباراه؟ اللي حصل المباراه الصراحه الشباب شيء ثاني راح ارجع لك بعد شيء ثاني احبتنا في كل مكان فاصل في قديمك نديمك مع الكابتن الكبير محمد كرم في الجزء الاول ثم نعود من جديد لا تروح البيت فايز عبد الله منصور وخطره النعم تصل لفايز والمرمى خالي واو والعربي الهدف الاول وكره كانت ملعوبه من عبد الله منصور اللي قدم حارس المرمى مناور اجزاء 24 دقيقه من زمن الشوط الاول هذه عاده في البطيء
اللعبة على طول إلى عبد الله منصور لعبها خلاص أقدم مناور ترتد من مناور حارس المرمى إلى فايز الفليج اللي كان متابع أيضا الكرة يلعبها في المرمى الخالي. فايز الفليج يقدم في الدقيقة 24 راح يلعب ركلة الجزاء العربي سامي وشايد لعب جول جول على شمال مناور هجاء سامي الحجاج يسجل في الدقيقة 9 من زمن الشوط الثاني الهدف الثاني لصالح العربي زين من ركله الجزاء يسجل سامي الحشاش. خالد حافظ مع خالد حافظ حافظ خالد حافظ يلعبها خالد حافظ تضغط على الملعب يبعدها بنيانه طلع بني مجد سلطان واسره معه بيلعبها وتوصل لاحمد عسر وبشوط احمد عسر وجول ما ادري اللي حصلها ويعدي ناحيه في اليمين ماجد كره عرضيه في اللعب توصل الله جول 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 عبر بعيد سهل وحلو من ماجد يصنع له كره ناحيه في اليمين هذه عاده هذه عاده ماجد وكراته السهله الحلوه السلسه الى عنبر سعيد براسه عنبر سعيد على شمال فريقنا. نود حبتنا من جديد في قديمك نديمك وتكمله الحوار مع الكابتن الكبير محمد الكرم لاعب النادي العربي ومنتخبين الوطني والعسكري في الجزء الاول معه في خلال هذه الحلقه. كابتن وصلنا الى مباراه الشباب. اي نعم تفضل. فمثل ما قلت احنا يعني الشباب تواجهنا بمستوى يعني احنا صدق يمكن احنا الافضل احنا متصدرين احنا الاحسن لكن يوم ولا كنا خايفين المباراه لكن حاسبين الاحزاب لكن يومين ابو نصار الملعب تفاجئ بنادي الشباب واقف لنا النت قوي وهذا حق مشروع صحيح لهم صحيح يعني امانه يعني يلعبون انه تبي تاخذ المباراه خذها بذراعك مثل ما يقولون فلعبنا ولا وفوق هذا انه واقفين لنا احنا ضيعنا فرص يمكن انا ضيعت فرصه ما تضيع كلش يعني انا والجول بالهيد طلعتها برا فضيعنا فرص وهم ضيعوا فرص يعني غير هذا وفوق هذا سجلوا هدف وهم اللي بدأوا بالتسجيل هذا السكر عليكم ضغط أكثر إيه صار ضغط علينا وهني الهزيمة يعني خلاص وأنت بتلعب مباراة في الصالة وشلون تكون نفسية بتلعب مباراة في الصالة عقب ما كان الدوري واصل لك بعد 10 سنوات المهم ونلعب ونلعب وفعلا ولا يمكن آخر يمكن ربع ساعة ولا 10 دقائق والله هي الفرج مثل ما يقولوا سجل أحمد عسكر هدف التعادل وخذنا بالتعادل هني الفرحة العربوية كانت كبيرة 10 سنوات كان رئيس ذاك الوقت أحمد الصمد إيه كان أحمد عبد الصمد هو رئيس إيه نعم كان خيرة موسى واشنطن الله يرحمه الله يرحمه كان خيرة رؤساء النادي العربي أحمد الصمد إيه نعم نذكره بالخير الحقيقة إيه نعم كان طبعا رد البطولة ورديت أنا بعرف رديته بالطريق بالطريق ردينا بالباص يعني الجمهور يشوفه بالأحمدي إيه. اللي رايحين وكان الجمهور ملعب الشباب بعد ما يشيل مثل الأندية الكبيرة هذا العربي كان الجمهور اللي برا أكثر وردة الجمهور وران من الأحمدي للمنصورية صراحة فرحة فعلا ما تصور بعد 10 سنوات وخدناه فعلا إنه كان حتى بيروح من بعد تعب بعد تعب ومجهود وفعلا فعلا بذلنا مجهود المباراة ودينا أداء والشباب كان فعلا نتغول لنا فبعد 10 سنوات فرحة شو تكتم تكريمكم ذاك الوقت في المباراة بعد بعد والله تكرمونا بس ما أدري بعد قبل ما أدري تاخذ بطولة يكرمونك ما عكس الحين حجراتي وهذا والله كرمونا بس ما أدري والله كم يعني لأن لا مو هذه السنة لأن بعدها أخذنا مجلس التعاون والأمير وهذا بطولة 4 بطولات تقريبا هذه لا والله كان فيها تكريم لهم يعني كرمونا وما قصروا أمانة يعني عقب المباراة حسيت إن العربي رجع ايه بدايتنا ايه البدايه الحقيقيه للعرب من هنا الحقيقية نعم هذا يعني قلنا احنا يعني قلنا هذا العصر الذهبي ان شاء الله العربي بعد ما شفنا الفريق وشفنا المدرب شخصيه ومثل ما قلت اداره جيده براسته من كان مدير فريق كان مديرنا يمكن شملان جاسم مع محمد السدره الله يرحمه الله يرحمه ايه وموسى راشد كان امين السر ايامها ابو حمزه إيه الله يرحمه موسى راشد الله يرحمه كانوا هذيل يعني كانت إدارة قوية فعلا يعني ومدرب جيد ولاعبين كانوا توهم فعلا بارزين ونجوم ويمكن يمكن يمكن قلت لك أنا
دخل علينا شيء يعني احنا ما كنا بلاعبين منتخب ترى انا وبلوشي يمكن يلعب يمكن سامي وعسكر اللي ويانا بالمنتخب بس اما ما كنا لاعبين لكن كان روح موجوده عطاء داخل كان في اسماء لكن ما هي معروفه كثير لكن روح ما منتخب لك روح يعني اقول لك ديف مكاي دخل شيء علينا فعلا قال تبون تنافسون على البطولات هذه دخل الامور هذه الامور اللي برا الاستقرار كان وايد زين لكم الاستقرار التشكيله يعني ما في تغييرات كثيره حق المستقبل يعني انت ما تطلع فريق ثاني يمكن دخل علينا ماجد سلطان بعدها كذا لاعب دخل ويا علينا لكن اما انك كاستقرار حق البطولات اللي تاخذها كان وايد استقرار جيد ثبات على التشكيل ثبات على هذا كان معروف التبديل كان كل شيء معروف عند ديف مكاي كل شيء بالحسبه كان يحسبها خاصه ذاك الوقت كابتن محمد كرم الدوري قوي اي نعم نعم كان دوري مو سهل اللاعبين مو سهلين الكويت نجوم كاظمه يمكن 7-8 يلعبون منتخب القادسيه نجوم جازم وفيصل يعني فدوري مو سهل كان حتى الفريق الفرق الصغيره يعني نقول صغيره بالانجازات يعني كانت تنافس كانت نت قوي تضامن النصر كله كان ينافسون والسالميه كان فريق عنده نجوم فاعتقد انه كانت الدوري قوي فعلا شنو افضل مواسم لك كابتن حمد كرايم كنت تلعب بالعربي شنو افضل مواسم بالثمانينات هذه مع العربي طبعا انا بدايتي كانت جيده امانه حتى مع المنتخب يوم لعبت وكانت بدايتي جيده بس بالثمانينات انا اعتقد هو يعني العصر الذهبي اللي انا اتكلم بالعربي وحتى في المنتخب يعني مجهودك كان سخي كابتن حمد كرايم وايد عليك الضغط كان وكان ضغط علي ده. يعني انا حتى اشكر بعض اللاعبين مثل فيصل الدخين يوم من الايام سالوه سؤال قال قالوا له عن الاهداف والقوال وهذا يعني قال كلمه اشكرها يعني ما بخس حقنا فعلا كنا نبذل مجهود بالنص وهذا لكن ما كنا النجوميه متروح حق الهجوم حق اللي يقول وهذا ويستاهلون ما نقول بس ليش كان خطر تفضل لكن فيصل الدخيش قال كلمه مره بمقابله قال شفتوا القوال اللي احنا قولها والاهداف كان ورانا واحد اسمه محمد كرم كان هو يقطع لنا الكره كلام كانت هجمة علينا وصلها لنا كان هو يعطينا هذا هذا بس ما كان كان مثل ما يقولون الشيء يقولون اللي ما كان اللي بارز يعني شو اسمه جند المجهول جند المجهول داخل الملعب كنت ذاك الوقت انت عبد الله بلوشي واحمد عسكر خط وسط ساخن هدافين مجهود ثلاث لاعبين مميزين كنت افضل لاعبين الوسط في الكويت في تلك المرحله مع النادي العربي ابو نصار صدق احنا كنا يمكن النادي الوحيد لعب ثلاثه بالنص الفرق الانديه كان باربعه بالنص صحيح. احنا ثلاثه انا وعبد الله بلوش واحمد عسكر هذا الضغط اكثر اي والله ضغط لكن كنا مع يعني كنا نحمي الدفاعات كنا نقطع كره وكنا نوصل باص نصنع اهداف وكنا نقول كنا نسوي كل شيء مع احترام لهجومنا ولدفاعنا كل شيء كانوا يؤدون هذا كان صح واقع النص إينا. كان اقوى خط بس انا وعبد الله بلوش واحمد عسكر كنا نعمل كل شيء داخل الملعب حتى اهداف في بعض المواسم يمكن جايبين 60 70 هدف يمكن احنا النص جايبين نص ولا اكثر من كابتن الاهداف كابتن احمد كرم انا كنت سعيد تكون ضيف ان شاء الله الجزء الثاني نكمل انا معاك ان شاء الله الحكي والجزء الثاني في كلمه ابو علي مشكور يا ابو نصار وتشرفت لقائي معاك وذكرتني بالزمن الجميل وفي حكي ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله احبتنا في كل مكان وصلنا معاكم نهايه برنامجكم قديمك نديمك في الجزء الاول مع الكابتن الكبير محمد كرم لاعب النادي العربي والمنتخبين الوطني والعسكري السابق كان هالحكي في بداياته ان شاء الله الاسبوع القادم سيكون هناك الجزء الثاني مع الكابتن محمد كرم حفظ الله هذا الوطن ورمزه وشعبه من كل مكروه ادعو الكويت في صلاتكم ان الله يحفظه من كل شر لقاكم باذن الله تعالى في قديمك نديمك الجزء الثاني مع الكابتن محمد كرم الأسبوع القادم فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم مع السلامة قسمون العربي القادسية بس اللعب توصلت كرة ناحية ماجد كرة مع ماجد سلطان ماجد كرة مع عبي لعبها في عرض الملعب وتوصل كرة تنحط بالرأس الله يعني بالرأس وبيسجل العربي والفريق اللي يصعد الهدف ما يقدر الفريق الثاني يسهل يعوضه في العشر دقائق 35 شوف الإعادة شوف أول ما لعبت صباح عبد الله شوف وانزلت وراحت مرة ثانية وتوصل حصل بلوشي كرة معاه توصل مرة ثانية وتوصل إلى خالد علي ناصر كرة معاه بيلعبها يبعدها أبل توصل ناحية بدر أبو عباس كرة اللعب بدر أبو عباس بيلعبها وشوت
جول خالد علي ناصر، كرة ملعوبة الحقيقة ملعوبة بالعرض بدر أبو عباس، خالد علي ناصر بيسجل هدف جميل جدا جميل، كرة ملعوبة ملعوبة ناحية اليمين ناحية اليسار، خالد علي شوف الإعادة شوف الإعادة، لابسه لابسه لابسه.